بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. والآية اللي معانا النهاردة من آخر سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.